الدير على يهدد ان شاء الله انا يهدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يصبحكم بالخير جميع. عندنا اليوم مسابقة الطلع يوم اللي هو الرابع المجموعة الثالثة، ونبي التحضير ونبي المنافسة اليوم تكون قوية بين بين المتسابقين إن شاء الله، وبنحضر الأسامي ونتمنى وفالكم الناموس جميع إن شاء الله، وإن شاء الله تفوزون إن شاء الله جميع، وبنحضر الأسامي. إحنا بنقول الأسماء كلها إن شاء الله، نتمنى الحضور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام. اليوم حنا متواجدين ولليوم الثاني على التوالي من نقطة الانطلاقة لمسابقة الطلع. المشاركين كلهم متواجدين مثل ما تشوفون، والحماس والإثارة كله إن شاء الله راح تشوفونه اليوم. تابعونا من خلال هذه التغطية الخاصة لمهرجان مرمي، وفالكم طيب. جاهزين، متسابقين كلهم جاهزين، واشوف ما شاء الله ان الجو الحين صفاء عندكم، وان شاء الله نحن نبدا الحين، واول متسابقين جايكم ان شاء الله. مشاهدينا حنا عند نقطة الانطلاقة في مسابقة الطلع، لكن شوي الموضوع صار فيه تأخير. إذا تبغون تعرفون التأخير هذا وش سببه، عندنا واحد من أعضاء لجنة التحكيم السيد علي بن سعيد بن نور. صباحك الله بالخير. الله يصبحك بالنور والسرور، يا مرحبا بكم. كل بقى أبو سعيد، المتسابقين جاهزين، المشاركين جاهزين، الطيور جاهزة، باقي بس منكم نقطة البداية، وصار في تأخير شوي، شو الأسباب التأخير؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، نقطة البداية طبعاً تشوف الشباب كلهم ما شاء الله من الساعة 5:30 تقريباً هم موجودين، ولكن أصبحنا اليوم علينا ضباب مثل الأيام اللي طافت، فمن حق المشارك إنه ما يهد، وهذا تشوفه اللجنة لأن عشان تعطي حق لهم مثل اخوانهم اللي قدامهم، ان يكون الجو صافي عليهم. سمعت؟ على اساس شوف الطير وشوفهم هم الجو اللي يناسبهم. اللجنه دائما تكون في صفهم في الشيء اللي انه يوافق بين رؤيه اللجنه وبين رؤيه الصقار، على اساس ياخذ حقه مثل اخوانه اللي قدامه. عندي سؤال، توقع ان تيم امس تيم طير بن سليم راح يكسر هذا التيم القوي؟ تيم بن سليم قوي، لكن والله فيه، انا اقول لك فيه متسابقين هنا طيورهم طيبه وقد لها تجارب. سمعت؟ وحق مشروع للكل انه يدرب، لان الرياجيل ما جاوا هنا الا عقب اكتساب خبره من السنين اللي راحت، يعني صارت الشغله شغله احترافيه لهم كلهم. والطيور بعض الطيور حتى يتاثر بصوت جامه السياره ويهديها، يعني شوف وين وصلت الاحترافيه، انك تنزل الجامه وترفعها مرتين ثلاث على اساس هو ينتبه. هذه انا تفاجات بها بنفسي، ولكن اتمنى لهم التوفيق، واعتقد ان التيم ينكسر. فالك التوفيق يا ابو سعيد، وفالك كل المشاركين، وفالك ما يخيب. يا مرحبا مشاهدينا، عرفنا معلومه جدا قيمه من ابو سعيد. شوف الطير شلون حساس من رفعه الجامه وتنزيلها، هذا الشيء ممكن ياثر عليه. فنتمنى ان كل المشاركين يكون لهم ناموس وتوفيق في هذه المشاركه او في هذه المسابقه. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور.
جاهزين اليوم ان شاء الله. جاهزين ان شاء الله، اتفق عند رب العالمين. الله يوفقكم. الطير وين طرحه؟ ايران. راح ان شاء الله نشوف عرض مميز اليوم ان شاء الله. فالك التوفيق. وياك. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور. جاهز؟ ان شاء الله جاهز. الطير شعلومه؟ الطير توني اعلمه، اول مره يشارك. يعني ان شاء الله بنشوف عرض اليوم مميز ان شاء الله. الله كريم. فالك التوفيق. وياك ان شاء الله. ما شاء الله، شوف تفاؤل، وان شاء الله نشوف رقم اليوم خيالي ان شاء الله. ان شاء الله. سألوا من الطير طيب زين ان شاء الله. مجرب على حبار اكثر لي كم مره، مسافته زينه ووقته زين، الحمد لله. نسال الله التوفيق ان شاء الله. اللهم امين. تيمت له يعني 10 ثواني 12 ثانية. اي ان شاء الله. لا لا ان شاء الله منافس داخل بقوه اليوم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. فالك التوفيق. الله يجزاك خير حمودك. تسلم. امس شفنا تيم قوي، يعني 6 ثواني واجزاء من الثانيه لابن سليم، اعتقد انه صعب يكسر ذا التيم. الله يوفقه، طيره قوي ويستاهل. طيره قوي. والربع الموجودين كلهم يرشحون، يقول يرشحون طيره، يقولون طيره قوي بعد. الله كريم، احنا نتمنى ذلك. يحول عليها ان شاء الله في الدائره الاولى. احنا نتمنى ذلك، يمكن انها سيره. نتمنى ذلك. سير وين؟ سير عرب اللي هنا الصح. الله يصبحكم بالنور. يا مرحبا ومسهلا. أبشرك الحمد لله تأهلت عندي 3 طيور. نواف الله يبارك فيه 8 ثواني، وغنام بعد رأي البطولات جاب 15 ثانية، والطير هذا جديد على الساحة الله يبارك فيه جاب حوالي 42 ثانية أو حولها. أي والله نسأل من الله التوفيق إن شاء الله. الله يوفقني ويوفق إخواني كلهم. ونواف اللي ماخذ الإجابة زين، هذا الله يسلمك ماخذ بطولة الصفري في الذخيرة الشمال السنة. الحمد لله طيور إن شاء الله طيبة، والله يوفقني ويوفق المتسابقين كلهم إن شاء الله.
اليوم راح نبتدي في تجهيز الشبوك حق الحباري، طيور الحباري. ان شاء الله عن قريب ان شاء الله الجمهور راح يسمع بالخبر ان شاء الله السحب على الحباري. مثل ما انتم شايفين راح نسوي شبكين، واحد على اليمين المنصه واحد على اليسار المنصه. ان شاء الله الحباري الاليه راح تكون بالكمبيوتر، القرعه بالكمبيوتر، جهاز يقرا ارقام البطاقه الشخصيه، ومن ثم ذلك راح نسوي القرعه بالكمبيوتر. طبعا هو اللي راح يسوي القرعه باختيار الرقم الفائز. طبعا انا ما راح اذكر كم حباره موجوده، طبعا اللجنه العليا راح تذكر هذا العدد، وراح نذكر بعد ان شاء الله كم في اليوم كم حباره راح يتم السحب على كم حباره. والفائز طبعا من اللي يربح حباره اجباري انه يهد عليها في الميدان، يعني ما راح ياخذ الحباره معاها، راح يهد على الحباره في الميدان، طيره يكون جاهز. اللي ما عنده طير يستعين بطير اخوه، بطير رفيجه، بطير ولد عمه. هي من القرض من هذا المهد وهذه الفعاليه هي المتعه للجمهور والمشاركين وهالطيور ان شاء الله في صبخه مرمي. مشاهدينا وصلنا معكم إلى نهاية مسابقة الطلع لهذا اليوم، خلوكم معنا بنطلع فاصل ونرجع بعده لاستكمال باقي المسابقات اللي أنا متأكد أنكم بإذن الله راح تستمتعون بمشاهدتها. لا تروحون بعيد وخلوكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير. صوت واضح يا شباب؟ صوت واضح؟ الله يمسيكم بالخير، فاكم التوفيق إن شاء الله. نبي رقم، نبي تيم، قرن الشواهيل. والله يوفقكم إن شاء الله. اللي يسمع اسمه يا شباب يركب موتره ويحضر عند الأخوية. حياكم الله مشاهدينا بعد هذا الفاصل. وصلنا معكم إلى مسابقة الدعو في الفترة المسائية. تشوفون المشاركين ما شاء الله عليهم وصلوا كلهم، وكلهم حماس وإثارة وتحدي. خلوكم معنا وتابعونا وفالكم طيب. How are you? What do you think about Mermi? Oh, it's okay. It's nice to have you here at Mermi. Yeah, it's very good to, that we can be here with our friends. Yeah, and see a real Qatari tradition here. يقول حبينا نجي هنا اليوم مرمي، شفنا تراث العربي القديم، شفنا من تراث القطريين القديم، وجدا متحمسين مع أجواء تحدي. What do you think about مرمي؟ Amazing. I really enjoyed that. I was here 1 year ago. I'm now, and I think I'm 100% sure. If I am here in Qatar next year, I'm also here. Yeah, I like falcons. I like also dogs. So for me, it's something amazing. And I'm telling that to all my friends and all people that ask me about this. I'm very proud and very happy to be here. We're happy you're here too. Thank you. You're welcome. جي أخيانا جو من بولندا وعايشين هنا في قطر. يقول كل سنة أجي مرمي واستانس، وحتى أجيب أخويا أسحب أخويا ماي
إلا يشوفون مرمي وإلا يستانسون هنا في المرمي معي. وأحب الصقور وأحب السلقان وأحب إني أجي كل يوم. We are from Qatar now because we live and work in Qatar, and we have a guest, so we decided to show him the beach, the dunes, and this festival. You're so, a guest in here too. Yes. You're the guest. Where are you from? I'm from Germany. Mm-hmm. You're from Germany? Yeah. And where are you from, sir? Germany. You came for the same reasons as Sida? Yes, same reasons. سألتهم سؤال قلت له أنتم من وين؟ قالوا حنا من قطر. وقلت كيف قاعد احنا عايشين قطر ومترزقين هنا في قطر ونحب قطر، فعشان كذا سمينا انفسنا قطريين. هم اصلا من المانيا وجايين اليوم مرمي عشان يستمتعون ويستانسون معنا في مرمي، يشوفون سلقان ويشوفون بعد الصقور، وابد الاجواء جدا طيبه هنا في مرمي. It's very nice to enjoy the Falcon contest, and this is the first time for me, but my friends they came here many years and it's very nice. You guys are originally from France? Yes. أخواننا فرنسيين جايين اليوم مسوين عزبة وجالسين ومستانسين، معهم قهوتهم ومعهم الكوكيز حقهم وجدا مستانسين، جايين من فرنسا ويتغطون هنا معنا ومسوين بيكنيك هنا معنا، فإن شاء الله يستمتعون. سألت الرجال وش رايه في مرمي؟ يقول أنا أحب مرمي، أحب أجيب عيالي مرمي. وحتى العيال حتى لو ما يفهمون الكلام فاهمين أجواء تحدي، وهذا أهم شيء. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. مشاهدين احنا موطين الصوت لان الجماعه داخل يقولون لا احد يرفع الصوت. علومك؟ والله علوم الخير ابشرك. جاهز اليوم؟ والله ان شاء الله. ايش علوم الطير؟ والله نطلب من الله التاهيل والنهايه ان شاء الله، ربي يتاهل بس. فالك التاهيل. اشوفك موجود واخوك معك. يشجعك، يشجع طيرك، ان شاء الله فالك متوفى. ان شاء الله، فال الجميع ان شاء الله. شاركت ولا عاد؟ لا لحين، اخر المجموعه. شنو المعنويات؟ ان شاء الله عالي. اشوفك موجود وهديت قبل شوي واشوفك طالع وانت كلك حماس، شو العلوم؟ ان شاء الله ان شاء الله، متفائلين خير ان شاء الله ومجهزين ان شاء الله والباقي على الله سبحانه. الشباب اللي معك كلهم يقولون عليك بالرجال، عنده تصاريح خطيره. والله هو التصريح ما تضمن عقب الاسناح، اذا ظهر طير سيده ان شاء الله ان شاء الله هم يعرفون ما يحتاج. طير ان شاء الله جاهز وجاهز وان شاء الله الله يوفقنا اليوم. جاهز المشاركه؟ ان شاء الله احنا جاهزين. طير شلومه؟ والله طير اول مره تشارك ومدخلينها، تعلم على المسابقات ونطلب لك التوفيق ان شاء الله. مبطل طير عندك ولا توفيق؟ والله من فرخ وقد اثنين وحيد. فالك وفال طيرك التوفيق. فالنا وفالك التوفيق إن شاء الله. جاهز عند طيرك؟ إن شاء الله. ما جينا إلا جاهزين. أشوفك موجود ومعك اثنين من الربع عندهم مشاركات. عندهم مشاركة نعم، في طير علي بن حمد وطير عبد الرحمن. نقول فالك التوفيق أنت وطيور. الله يوفقنا وياك الخير إن شاء الله. مساك الله بالخير. مساك الله برضه والعافية. جاهز؟ إن شاء الله جاهزين. هو العرض اليوم مميز إن شاء الله؟ كلها دعوة وإن شاء الله نحن نجيب ثيب إن شاء الله. شفناك ما شاء الله عليك في الهدد، شفناك ونشوفك اليوم في الدعوة، وش اللي أقرب لنفسك؟ الدعوة. وش الأصعب؟ الهدد.
تستاهل ناموس ابو سعود. تستاهل خير يا شيخ. تكلمنا قبل تهد عن التيمات وكانت تعبانه جدا، ونشوف تيم طيرك قبل شوي ما شاء الله زين 22 وشيء. والله الحمد لله توفيق من الله، والطير هذه صراحه بطل، يعني اول مره يشارك في فئه التلواح، وهذه طير لوسيل اللي صيد الزاج العام مرتين وخذ اللكسز، طير محمد سعد الرميحي. والطير يمكن يعني توه، يعني انا اقول لك للحين ما جهز 100% الطير، الطير كل ماله ان شاء الله باذن الله بتشوفون تيم احسن ان شاء الله في النهايه. مشاهدينا وصلنا معكم لنهاية تغطيتنا الخاصة لهذا اليوم، أتمنى أنكم استمتعتوا بالأجواء المميزة في مهرجان مرمي، إثارة، تنافس، حماس. خلوكم معنا في التغطية الجديدة بكرة بإذن الله، ولأن نلقاكم نقول لكم في أمان الله.